إبراهيم بن شكلة يوم مات شافوا عند رأسه وصية ورقة وصية قال غني أمواله تفرق على أبناء الخلفاء الثلاثة ويمنع منها أبناء علي. قال وزعهم على أبناء فلان وأبناء فلان، كل أولاد على أبناء أبي طالب لا تعطوهم شيء منها. فلذلك شدت الرحال بزيارة أخيها الرضا. فاطمة المعصومة ما طلعت امرأة راكبة ناقة عمي وماشية بروحها في البر، صاحبها في رحلتها لزيارة أخاها في مشهد أو في خراسان 30 رجلا من الطالبيين ومن الإناث، يعني من نساء بني هاشم والعلويات والطالبيات والنساء الشريفات العفيفات آنذاك. تصور يعني تمشي في موكب رهيب، هذه المرأة مدللت موسى بن جعفر أكبر بناته. احنا عندنا روايته زحمتك أنا زحمتك، بس تستاهل المعصومة. هين الدورة الدورة، حتى أم الإمام الرضا اللي قلت لك عنها من شوي الدورة، وإذا رحت تزور الإمام الرضا قد وصية من أخوك الملا اقسم عليه بقسمين يبرهما، يحب القسمين الإمام الرضا. إذا تحلف بالجواد ولده وإذا تحلف بأمه تكتب. هذا سوري سمعته من كثير من علماء، إذا تقبل على يقول له أحلفك بأمك تكتب. ما يحب أمه تكتب، هي تكتب يحبها الإمام الرضا. يقولون عندما وصلت إلى ساوى مرضت، فقالت لمن حولها كم بيننا وبينكم؟ قالوا لها 8 فراسة. قالت خذوني إلى قم. يوم إجت إلى قم خرج لها أشرافها ورجالها ووجوهها البارزة وفي مقدمتهم موسى بن الخزرج بن سعد. هذه كانت عند زعامة قم والقم. يقول فأرخى ناقتها ذلها حتى أنزلها. يقولهم أنزلها يعني أبرك الناقة. يقولوا طلعت لهم نسوان كل النساء قم. يقول خلى البيوت تصفر من الناس. قال للنساء من قم، أو يقولوا صاحب الناس من كان غريبا فلا يجسوها، يعني ما يقرب لا يقرب لها. قل فحففنا النساء حولها و صحبوها من ذلك الموضع لوان إلى داره، وبقيت في داره 19 ليلة ثم أدركها الموت في تلك الليلة. هي الرواية أنها مرضت، رواية المعول عليها اللي عليها أكثر الخطباء أنها لا. يوم وصلت إلى قوم رأت الأعلام السوداء والضجيج والنحل، فقالت لما الضجيج؟ أو لماذا رفع أهلكم أو أهل هذه البلد أعلام سوداء؟ فقيل لها صبرا حتى نسألهم. يقولوا الرحم، ليش أنتم رافعين أعلام سوداء وعندكم هالضجيج؟ يقول فخرج لهم هذا موسى بن الخزرج بن سعد. قال تسألون لماذا؟ قال إن معنا أخت الرضا. هالعزية كلها على أخوك، فقد استشهد في مشهد أو في طوس. يقول فحزنت على أخيها واستضافها في داره وماتت هناك. لكن ما أدري، يقولون يوم ماتت المعصومة كسرت ملاب وكعبة ويقصدها العالم من كل حدب وصوف.
أبين لك حاجة في التاريخ هذه صحيحة. يقول يوم ماتت أمر بتغسيلها وتكفينها وتحنيطها ورفعها. يقول جاب إلى بابلان. بابلان هل لهم بها منطقي يقال لها بابلان، وكانت ملكا خاصا له، أرضا طائرة اختارها لمواراة المعصومة فيها. يقول يوم جابوها وضعت على شفير القبر. يقول قاموا اختاروا واحد أشرف من في القوم وأزكى من في القوم. من هو؟ يقول رجل يقال له قادر. يقول جابه قال له أنزلها نزلها. يقول ما أن هم لإنزالها. يقول وإذا شوف غبار من الأرض الحصباء من البرية غبار يتعالى. يقول وقد أقبل فارسين ملثمين ونزل وقال لقادر ابتعد عن ابنة فاطمة الزهراء، ما حد يلمسها غير هلها. يقول فانحنى عليها وأنزلها إلى قبرها وأهال التراب. يقول يوم قام بغوا يمشون قال أحدهم اكتب على قبرها هذا قبر فاطمة المعصومة. وين؟ بس ما لاحظ أنت في تشابه بين زينب وبين هلا بهالنعوة على زينب؟ ما شوف في تشابه؟ ذاك التشابه بين فاطمة المعصومة وزينب، يعني هذه قصدها أخوها رايحة إليه وأدركها الموت. محمد أخوها هي دائما أحبتك وألتمس العذر من مشاعر الإخوة اللي يجوا دائما يسمعون. يقولون يا أهل المرخ زينب يوم رجعت دخلت على أخوها محمد بن الحنفية وكان على الفراش مسكت بعضادة الباب صوت متحشرج مبحوح السلام عليك يا أخوي. فتح عيني قالوا عليك السلام من أنت؟ من المسلمان؟ قالت ما عرفت أختك يا أخويا أبو جاسم. من أنت؟ قالت أنا زينب يا أخويا. قال هذا مو صوت زينب. يقول قام اتكى على الجدران الى ان وسلم وشاف وجهه قال اه على ذاك الدلال شقولا بغنى شن من الناس وين حسين عنك وين عباس اقول لهم يا هالناس اخويا تركني ذليلا ما بطل ميت ومات الصبور
عمر ما بقى لها عمر شحالة اللي شافت ابن امها على صدر الشمال ينحر وداجع وكم ذا من العطش متفتتة واحسن رحت يا اخوي عند المعصومة وشفت هيبتها واقسم لك انا اروح ازور المعصومة بس ما اقدر اقرا لها لا على ابوها ولا على الحسن لاني غريبة تلوعات فاطمة رغم المصاب اللي ذهلا والبلاء ما حصل لها عشر معشار من طف كربلاء ما بقت عندها جناير بالفياث معطلة ما مشت حسرة وسبية والحبال مكتفة آخ على دمعات السادة فاطمة صارت عليلة يوم فارقها الرضا والعمر منها انقضى وما شافت بسمى قضى اسمعني اش حال من شافت اخوها الخيل صدرت رضا بعد ما شافت يا ولي فوق خطها متى زينب المظلومة شافت كم رزية بالطفوف يكفي بس مصيبتين عباس مقطوع الجفوف صوب وعين وبقى من بعد عين ما تشوف غير نسوان ويتامى بالفياف مشتتة من صغر سنها العقيلة ما لقت غير العسور يكفي عصرة أمها والمسمار وظل علم انكسار تالي شافت بالهضيمة راس أبوها المنشطور وشافت ابن أمها الحسن بطش تفرخ جبدته هالبيت بطلع على كربلاء وطولت عليه أخويا إن كان معصومة قضت حسرة على فراق العظيم زينب المظلومة شافت أبو اليم على الصعيد سيرها من بعد عينه إلى الفجر يا شافت بحسرة عليه شلون ماتت طفلته بيتين واسألك الدعاء شوف زينب يوم طبت كربلة بنشوف عزازة الحسين والعباس عند زينب وعزازة الرضا عند معصومة تقول لبني على قبورهم دني أبقضي من همودا ومن القبر للقبر بمشي لو بلقنا
بلش المروة تحرك الحلوين لطباع ويتنغر على من يشوفوني بالأخمار والي 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 للي ما بجى بقرة للي ما بجى يا صاب درب المشرع يا ابني دقلي وعلى قبر ابو فاضل ارشدني ما ادلي خافي يقول جو كربلا ولا مرة واهلي واجب علينا الروح لا واجب علينا وصلناكم يا علي شيله شيله ويا شيله ارجوك شيله ويا وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي جبناها ومنكم نطلب العونة وراس حسين سمحوني ترى مكسر سنون واحد يسألني يقول انت ايش علاقتك بابو فاضل كله تقرأ على العباس اقول له هذا اخو زينب اخو زينب والي 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 عباس ماني من المدينة هلا بدمعة الشباب هلا بدمعة الشباب عباس ماني من المدينة نبذمتك جي لجلك ولجل حسان عفت الوطن والبلد لا تقولين هالكلام واشوف جيت الكربلة ومني تبرى بعت السهم مني وبلاتوني بغلايان حكيه عشرة حسين بحسن حالك يا كريم فضل اللهم المسببين والباذلين والقائمين على هذا الأمر العظيم ومن حضر مجلسنا هذا والمؤمنين والمؤمنات احفظهم في أنفسهم ومن تحوط عنايتهم وبارك لهم في أرزاقهم وأعمارهم وذراريهم ومتعلقيهم يا كريم عندنا أنشودة ولائية حسينية ثلاث مرات وبعدين نجمع حل مسجد لبناء مسجد خارج القرية هذا جميعا يا إخوان وهذه ثق بالله وثيقة ولاء من كر الحسين احنا غير سيد
الحجة الحجة المهدي المنتظر. الحجة اللي طب كربلة ليلة الأربعين يا حاج الزوار. اسمع بقول لك هذه وانت عقب رد علي بهالنغمة واسألك. يقول يا شيعتنا بمودتنا الدرب لا تكون مزحومة، ترى لزيارة المظلوم لفت أمه المظلومة، لفت بعيون لفت بضلوع مكسورة، لفت بعيون ملطومة. اسمعني مستند على المسموم أبو محمد خليص حسين. احنا غير سيد احنا اللهم ثبتنا على محبته وزدنا شرفا وعزا بخدمته ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. اجمعوا يا اخواني بناء مسجد خارجي قريب. الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح شهدائنا وخدمة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.